هو بيتكلم عن الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة. والجواب نروح للدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. تحياتي ليك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا كابتن اسامه وكل الساده المشاهدين، تحياتي لحضرتك. الموقف النهائي والرسمي لوزاره الشباب والرياضه بعد قضيه نهائي افريقيا. طبعا بناكد مره ثانيه ان مفيش خطاب وصل لوزاره الشباب والرياضه يفيد باقامه النهائي الافريقي الخاص بدوري ابطال افريقيا في مصر. يعني مفيش حاجه جات لنا تفيد بهذا الامر. الخطاب اللي جاء من اتحاد الكوره كان بيفيد بإقامة كأس الكونفدرالية وكمان كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024 وكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2024 وكأس الأمم الأفريقية للسيدات فقط لا غير. ده اللي وصل لنا يعني. الأمور واضحة خلاص والحقيقة انكشفت يعني. الخطوة اللي جاية من وزارة الشباب والرياضة يا دكتور محمد. أنا بس يا كابتن أسامة عايز أوضح حاجة مهمة جدا للسادة المشاهدين والدور الكبير اللي بتقوم بيه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي. خلينا نقول إن الدولة دلوقتي بتبذل جهود كبيرة جدا في تطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية. مصر خلال الفترة اللي فاتت استضافت عدد كبير جدا من البطولات القارية والعالمية، خلت مصر واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث الرياضية. ده بيأكد حقيقة واحدة إن لو هناك أمر يخص أي نادي على المستوى القاري أو العالمي أكيد وزارة الشباب والرياضة مش هتتأخر. النادي الأهلي وخلي بالك إحنا على علم بحرص الوزارة والدكتور أشرف صبحي على استقبال أي محافل رياضية في مصر هنا. أنا يعني خلينا برضو أؤكد للسادة المشاهدين إن الهدف من تطوير الأنشطة من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية هو استضافة البطولات وجعل مصر واحدة من أفضل دول العالم. ده ما جاش من فراغ، إيمان كبير من القيادة السياسية بالنشاط الرياضي أو بالرياضة تحديدا واعتبارها أمن قومي خلت لمصر انطلاقة كبيرة جدا على مستوى العالم. النهاردة كان في اجتماع مهم جدا، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس الشريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكمان اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المالية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عشان يكون عندنا مدينة رياضية تضاهي أكبر المدن الرياضية على مستوى العالم. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية واللي موجودة بالعاصمة الإدارية هيكون لها دور كبير جدا وشأن كبير جدا لأنها واحدة من أكبر المدن الرياضية على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. وإحنا بنسمي دور وزارة الشباب والرياضة في الجهد الكبير يا دكتور محمد، لكن أنا عايز أعرف النهاردة نتيجة التحقيقات في قضية نهاية أفريقيا إمتى ستعلن للنور؟ امتى هنعرف الحقيقه والنتائج هتكون امتى؟ والله في لجنه استشاريه كبيره شغاله شكلها الدكتور اشرف صبحي واكيد في القريب العاجل هيكون في نتيجه لما حدث. لا معلش تاني يا دكتور محمد. هناك لجنه استشاريه شكلها الدكتور اشرف صبحي واكيد هيكون في دراسه للامر بشكل كامل جدا وهناك وهيكون في اعلان للنتيجه بشكل عاجل ان شاء الله في القريب العاجل لما حدث من يعني زي ما قلنا مره ثانيه وعايز اكد برضو للساده المشاهدين وزاره الشباب والرياضه لن تتاخر ولم تتاخر عن اي نادي او اتحاد او حتى لجنه اولمبيه فيما يخص دعمها على المستوى المادي او حتى على المستوى المعنوي. دعم كبير بتقدمه وزارة الشباب والرياضة، دعم كبير بتقدمه الدولة المصرية لكل أبطال مصر الرياضيين ولكل الاتحادات الرياضية ولكل الهيئات الشبابية والرياضية عشان النشاط الرياضي في مصر أصبح له دور كبير جدا في دعم الاقتصاد الوطني. وإحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. وزي ما أعلن معنا دلوقتي الدكتور محمد فوزي قال إن شاء الله في القريب العاجل نتائج التحقيق إن شاء الله في قضية نهائي دوري أبطال أفريقيا وهينكشف كل الحقائق قريبا.